فانت النهارده بقول لك المكسب الحقيقي النهارده ان تجاب احتياطي قوي، ان تجاب ناس ممكن يعملوا موجه تانيه للفرقه في المباراه، في المباراه نفسها. يعني بمعنى انك انت لما ترجع حسام عاشور هيبقى عندك هشام محمد، لانه حسام عاشور هو الاساسي مع السوليه اخر مباريات، فهيرجع حسام عاشور مثلا، هشام محمد هيبقى عايز الحاج بسرعه. فاروق فلدم السؤال ده لسؤال فاروق العبقري ده، ايه رايك في هشام محمد النهارده؟ انا هقول لك، هشام محمد اللي بينظموا اللعب، يمكن من الحاجات الكويسه ان هشام محمد ماسك الكوره في النص، ملوش دور في حكايه بدء اللمسه ولعبه دي في كل حاجه. هو ده هشام محمد. شفت هشام محمد النهارده؟ انا حط طابع يا فاروق جميل. هشام محمد انا اعرفه من الصغر. ايوه اعرفه يجي من 15 سنه، من هو حقيقة اتعرفنا عليه النهارده تعرف كامل. كان هو مواليد 90، كان معانا وهو 6 سنين و7 سنين. هو هشام بينظم اللعب طول عمره، ينظم اللعب طول عمره. كان ليه ايد كبيره قوي مع عبد الله النهارده. لا ما هو على طول هو فوتبولر الحقيقه. احنا ما جبناش سيرته كتير، احنا كنا لسه بس هو اللي انا عايز اقوله في الاخر ايه اللي انا كنت داخل فيه وبتكلم فيه، انه في الوقت الحالي ان الناس اللي دخلت لعبت نجحت ان هي هتساعد الناس اللي جوه الاساسيه. تمام. وبعدين لما يحتاجوهم تاني يلاقوهم. ما فيش 4 لعيبه 5 لعيبه بيلعبوا كويس ممكن يلعبوا الماتش اللي بعده، ما بتحصلش خالص. هو ممكن زي ما الكابتن ربيع قال ممكن لاعب او اتنين، وبالكتير قوي. يبقى انت ايه هدفك من التدوير؟ يبقى انت كده ما بتعملش. تتوقعهم مين يا كابتن يبقى في الماتش الجاي؟ انا اتوقع ان حسام عاشور هيرجع، احمد فتحي هيرجع، دول اللي هيرجعوا. معلول من لعيبه من لعيبه النهارده معلول ممكن متواجد بقى. يعني انا اتمنى، انا مع كابتن ربيع اتمنى باسم علي ما يطلعش من الملعب، وممكن احمد فتحي استغله في حته ثانيه. ما هو انت هنا فكر احمد فتحي استغل ايه المشكله؟ ريحه، ده احمد فتحي زي ما مهروس يا ولد وطالع عينه. المشوار طويل. لا احمد فتحي في الموسم، لا احمد فتحي ما بيحبش يقع، ما بيحبش يقع. لاعب بيفكرني، حافظ عليه. عارف بيفكرني بمين؟ بكابتن ربيع. كابتن ربيع ما كانش يحب يقعد. ما كانش بيحب نفسك انت وما بتحبش. ايوه كابتن ربيع ما كانش بيقعد، ده كابتن ربيع كان بيلعب مباريات وديه. نقول له كل ما اساله اقول له انت لعبت الماتش؟ يقول لي ما فيش ماتش انا ما لعبتوش. مستكتر على احمد فتحي. لا وبعدين يا كابتن شريف، بقول لك ايه يا كابتن شريف؟ اه والله كان يقول لنا ايه؟ نقول له كابتن ربيع ده ماتش ودي، يقول لك العب ارقام. كان بيعمل ارقام. يبقى سيب احمد فتحي. فانت يا كابتن باسم من تشكيله النهارده حابب ان هو يبقى. انا باسم حابب انه يبقى موجود بالامانه، وهشام محمد يبقى ليه دور مع حسام عاشور. يعني ايهما اقرب يعني انا افتكر ان حسام في الوقت دوت وهشام مش هيبقى فيه تغييره كبيره، لكن ناحيه الشمال انا شايف ان معلول يلعب، وشايف انه احمد فتحي ممكن يخش في منطقه ثانيه، ممكن يخش السيرد. مكاسب يا فاروق كبيره قوي النهارده. ده طبعا كل الحوارات اللي انتوا بتقولها دي انا حاسس. بس السؤال قوي منك ده. برافو عليك. احنا اتفضل يا كابتن، كمل. اتفضل. لا هو انا يعني انا بطبق بس على الكلام اللي هو باكد عن المكاسب اللي احنا كنا بنتمناها قبل المباراه حصل الحمد لله. بس خلي بالك كابتن شريف، المكاسب دي لو ما اتخذتش بفكر عالي انت تعمل مشاكل. اما تعديش كده مرار الكرام. لما تتاخد من اللاعبين نفسهم. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا كريستيانو رونالدو لما بيريح ماتش اللي بديله لو نزل جاب 40 جون هيقعد. ايوه صح. هيقعد تاني ماتش. فهي دي الفكره. صحيح. الفكره في ان اللي هو اللاعب في الوقت ده لعب ونزل ونجح، بس مش النجاح الاستمراريه اللي اللاعب التاني نجح فيه 15 مباراه 20 مباراه. يعني باسم عمل مباراه عاليه قوي النهارده، لكن تقدر تقول لي احمد فتحي مثلا اللي عامل له 20 10 دي ادله على اللي انت بتقوله؟ عامل 10 مواسم لما حصل لنا تاخر مباراه ولا اتنين فاروق، لما حصل تاخر في اصابات وايقافات وحاجات حصل لنا في كاس افريقيا لما احنا كنا بنلعب البطوله، في ناس كتير قوي في الاول وفي الاخر بقى كباتن بقى، وراح محمد نجيب شال وصبري رحيل. انما عود اول ما جهز علي معلول كان هو الاساس. وفي الاول وفي الاخر كباتن بقى فوق كلام حضراتكم، هو الحاله الفنيه بقى لكل لاعب في الوقت اللي بيكون فيه. النهارده كان حالتهم الفنيه على اعلى مستوى كلهم.